السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم القضايا وأكبر المهمات التي يربينا عليها رمضان هي قضية التسليم لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمتأمل في أحاديث الصيام يجد أن هذه القضية ظاهرة فيه جدا. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهو صلى الله عليه وسلم صائم، فلما أوشكت الشمس على المغيب، أو كما قال الراوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: يا فلان قم فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء أو باللبن أو ما شابه ذلك. فقال هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: يا فلان قم فاجدح لنا، أو انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. فكررها عليه صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فنزل هذا الصحابي الجليل وجدح لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل لما أنزل قوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقالين: عقال أسود وعقال أبيض. فجعل عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كما جاء في الحديث أنه قد وضعهما تحت وسادته، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض. وفي رواية: إنك لعريض القفا إن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تكون تحت وسادك. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن المقصود بالخيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل. الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث مباشرة سمعوا الآية وذهبوا مباشرة إلى تطبيق ما جاء في الآية، حتى وإن كان ما فهموه رضي الله تعالى عنهم غير صحيح، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم الصحيح بعد ذلك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. ما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم وقال: لماذا نمسك مع الفجر ولماذا نفطر مع المغرب؟ لماذا ضبطت هذه الشعيرة العظيمة بهذا الضبط الدقيق؟ ولم يأتي في حديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بداية الصوم في الوقت الفلاني ونهايته في الوقت الفلاني. كل ذلك تعظيما لنصوص الكتاب والسنة. فهذا الأمر هو من أعظم الأشياء التي يربيها فيك رمضان، أن تربي نفسك على تعظيم الكتاب والسنة. إذا سمعت قول الله جل وعلا أو سمعت قوله صلى الله عليه وسلم مباشرة سمعنا وأطعنا، ليس كما يفعل كثير من الناس: هل هناك قول، هل هناك خلاف في القضية؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم يسمعون القول ويبادرون إلى تطبيقه مباشرة دون معارضة أو سؤال. نعم، لا بأس للإنسان أن يأتي ويسأل ويستزيد علما، لكن على سبيل التعلم لا على سبيل المعارضة. ولذلك جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لست تاركا شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته.
إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا القائل الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، هو الذي يقول هذا الكلام، يخشى على نفسه أن يزيغ إن ترك شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سار التابعون رحمة الله تعالى عليهم. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى مرة عن رجل خالف في الإحرام من الميقات، فقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: إني أخشى عليه الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، لأنه قد خالف، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حدث عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه رأى أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في مصر يحدث، فأتى إليه رجل فسأله سؤالا، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت، ثم سكت. أجاب بماذا؟ أجاب بنص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزد عليه من قوله شيئا. فقال هذا السائل: وماذا تقول أنت؟ فغضب الإمام الشافعي رحمه الله حتى احمر وجهه، وقال: أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى علي زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول لي ماذا تقول أنت؟ وفي قصة مشابهة يسأله رجل ثم يقول: وماذا تقول أنت؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به. الإمام الجليل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينقل عنه تلميذه المروذي رحمه الله أنه قال: ما كتبت حديثا إلا عملت به. حتى بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، فاحتجمت وأعطيت الحجام أجرة، وكانت هذه الأجرة دينارا. أيها الإخوة الكرام، يقول أحمد: ما كتبت حديثا إلا عملت به. والله إنها العبارة عجيبة، عجيبة هالعبارة، يعني مصدر العجب في هذه العبارة حينما تسأل نفسك: ما الذي كتبه الإمام أحمد؟ ماذا كتب حتى يقول: ما كتبت حديثا إلا عملت به؟ كتاب واحد من كتب الإمام أحمد المسند فيه 40,000 حديث وزيادة، والإمام أحمد رحمه الله يقول: ما كتبت حديثا إلا عملت به. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى التواصي في هذا الأمر، ونربي أولادنا أيضا على تعظيم الكتاب والسنة، نربي أولادنا على تعظيم الكتاب والسنة. حينما تأمر ابنك بأمر من الأمور قل له: يا بني افعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يا بني لا تفعل كذا، الله عز وجل قد نهى عنه في قوله جل وعلا كذا. فينشأ هذا الصبي الصغير على ماذا؟ على التعظيم لكلام الله عز وجل ولكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرى يعني في هذا الزمن التفريط الكثير للأسف في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبسط الأمثلة وأختم به، تجد بعض الناس الآن إذا صلى مثلا المغرب أو صلى الظهر يترك السنة، فتقول لبعضهم: يا فلان هناك سنة بعد صلاة المغرب ركعتين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس: سنة يعني ما هي بلازمة، يعني ليست بواجبة. تقول: نعم سنة. يقول: إذن يعني ليس بلازم أن أفعلها، ها يتركها. بعض الناس حينما تقول له: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ركعتين بعد المغرب من السنة الرواتب، يقولك: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: نعم، يبادر إليها ويصليها. فالأول تركها لأنها سنة، والثاني فعلها لأنها سنة. تشابه القول ولكن ما بين القلوب كما بين السماء والأرض. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا،
هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.